لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بما أن الله سبحانه وتعالى أسلم له كل الكون الكون كل الكون والذي يخالف التكوين مصيره مصيره الهلاك لكن هذا الربط نحن منه بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العلي العظيم الآية 155 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم التقى الجمعان يعني جمع المؤمنين وجمع المشركين التقوا في معركة أحد وبعض المسلمين تولوا يعني هربوا يعني فروا يعني انهزموا وذكرنا بعض التفاصيل فيما يرتبط بمعركة أحد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان استزلهم يعني أوقعهم في الزلل أو أراد منهم أن يقعوا في الزلل الزلل يأتي بمعنى الخطيئة الزلل يعني الذين تولوا الذين فروا أوقعهم الشيطان في الخطيئة ليش؟ ليش؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إذن شنو المشكلة اللي خلت هؤلاء لم يثبتوا ولم يصبروا وين مشكلتهم؟ يعني
كيف استطاع الشيطان أن يوقعهم في الزلل، يعني يوقعهم في الخطيئة؟ شلون؟ هذا بسبب ما كانوا يرتكبون من معاصي بما كسبوا. لاحظتم ولاية التعبير؟ ببعض ما كسبوا، يعني بما كسبوا. المعاصي الظاهرية أو الداخلية؟ هي المعاصي يعني خلاف الشريعة، خلاف الشريعة. هذا 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 إذا نقول عقيدة مثلا، هذا عقيدة. الآن المعاصي واضح، المعاصي شنو منشأها؟ منشأها هو النفس، منشأها الرغبات، منشأها الشهوات. الآن الهوى يجر الهوى لو ما يجر الهوى؟ يجر الهوى، هي هاي المشكلة. وبالنتيجة المعصية تجر المعصية، يعني المعاصي تتداعى، وبالتالي نعوذ بالله قد يصل الإنسان إلى مرحلة الختم. تجينا إن شاء الله الآيات، بل ران على قلوبهم مثلا، قد يصل إلى هذه المرحلة، وحينئذ لا مجال بعد لأن يرجع. فإذا المشكلة اللي صارت أنه هؤلاء ما كانوا بمستوى تحمل المسؤولية الشرعية أو المسؤولية الجهادية بسبب ما كانوا يرتكبون من معاصي ومن آثام. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لاحظ الآن ولقد عفى الله عنهم، وعندنا آية أخرى أيضا لقد عفى الله عنكم، مو صحيح؟ الآية تقريبا أواخر آية 52، ولقد عفى الله عنكم، ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الآن ذيك كانت ولقد عفى الله عنكم، كانت عن من؟ عن هاي المجموعة اللي فرت ثم عادت للرسول، رجعت للرسول وتابت. فالله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الغم والنعاس، نتذكر. وأيضا قبلها عفا، لقد عفا، ولقد عفا عنكم، يعني عفا الله عنكم. الآن هذه المجموعة متقسمة الطائفتين. احنا لما قرينا 54 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، مو؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. طائفتين عندك، الطائفة الأولى اللي أنزل الله عليها الغم، هذه الطائفة اللي تابت واللي رجعت للرسول، والطائفة اللي أهمتها أنفسها، اللي أهمتهم أنفسهم، هاي الطائفة بعد أهمتهم أنفسهم بعد يفكرون بالنبي؟ يفكرون بالدين؟ ما يفكرون بشيء. وبالنتيجة حتى بالآخرة ما يفكرون، وبالأخير بالنتيجة يعني بالتالي ما تابوا. ولذلك هذا العفو الأولاني اللي حكينا عنه اللي هو خاص بالطائفة الأولى، هذا كان عفو مغفرة، عفو يرتبط بيوم القيامة على صعيد الآخرة. هذا العفو الأولاني لأنه ترتب على من؟ ترتب على التوبة، تابوا ورجعوا. والتوبة رب العالمين يعني من يتوب الله سبحانه وتعالى أيضا هم يتوب عليه، مو صحيح؟ الطائفة الثانية اللي أهمتها أنفسها، اللي أهمتهم أنفسهم، ذولا بعد تفكيرهم بأنفسهم ذولا ما تابوا. لما نحكي عنهم الآن كانوا يفكرون أنه هل لنا من الأمر شيء؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ هيك يفكرون أنه الأمر، إحنا عرضنا بخدمتكم، الأمر هو التدبير،
يعني هي الربوبية، سابقا هم أشرنا عليها. فكانت وثنية الجاهلية كانوا يعتقدون أنه التدبير موزع إلى بعض المخلوقات، الله سبحانه وتعالى فوض التدبير إلى بعض المخلوقات، مثلا كل شيء إلى مدبر، السماء إلى مدبر، الأرض إلى مدبر، البحار إلها مدبر، الحرب إلها مدبر، السلام إلى مدبر، وهكذا. الآن ذولا شو يقولون؟ هل لنا من الأمر شيء؟ يعني هل لنا من التدبير؟ هل لنا من الربوبية شيء؟ شنو اللي يردون لي من الربوبية؟ يردون أن يكون النصر بأيديهم، أن يكون النصر بيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد فوض بأمر النصر، بتدبير النصر، يعني صار رب النصر. هاي مشكلتهم. لذلك القرآن الكريم شعبر يعبر يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. شنو هذا ظن الجاهلية؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هل لنا من التدبير من شيء؟ شنو هذا اللي تردون من التدبير؟ يردون النصر، بحيث النصر يكون بيدهم. فكانوا يعتقدون مجرد أنهم على الحق، ومجرد أن يكونوا قد اتبعوا رسولا نبيا حقا، فهذا يكفي لأن يكون النصر بأيديهم، والنصر حليفهم دائما في أي معركة. هاي الطائفة اللي نحكي عنها هذه تابت، إذن هي مشمولة بالعفو الأولاني، العفو الذي يرتبط بالآخرة واللي يترتب على التوبة، ما مشمولة. لكن الآن أكو عفو ثاني مشمولة به، لأن هذا حكي عن من؟ عن هاي الطائفة الثانية. إن الطائفة الثانية بالحقيقة بما يشمل الطائفة الأولى كذلك، إن الذين تولوا منكم، من اللي تولوا؟ كلهم الطائفتين ذولا عفى الله عنهم. جيد، هذا أي نوع من العفو؟ العفو عندنا شكلين، عفو يرتبط بعقوبة دنيوية، وعفو يرتبط بعقوبة أخروية. العفو المرتبط بالعقوبة الأخروية مر علينا، ما شملهم. العفو المرتبط بالعقوبة الدنيوية شملهم وما شملهم؟ اي نعم شملهم. الآن هل يشمل الطائفة الأولى أو لا؟ نعم كذلك يشمل الطائفة الأولى. فبالنتيجة هذا العفو الذي هو في هذه الآية الكريمة هو شامل للطائفتين، ويعني أن الله سبحانه وتعالى منع المشركين من أن يستأصلوهم، لأن القضية وصلت أنه المشركين طبعا يفكرون بالاستئصال بالتأكيد حتى يقضون على هذا الدين الجديد اللي هز عروشهم وكياناتهم ووضعهم. فشنو اللي منعهم من الاستئصال؟ ها أحسنت، منعهم أن الله يعني ويستحقون هذا الاستئصال كعقوبة، يستحقون، هاي واحدة. وثم غير هذا أنه حتى ما بعد انتهاء المعركة، سؤال ذول اللي فروا يعني هالشكل ما يستحقون عقوبة دنيوية؟ يعني الرسول مو من حقه أن يعاقبهم؟ طبعا من حقه أن يعاقبهم. الآن حتى هذه العقوبة الرفعت، فإذا الآية الكريمة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، هذا العفو. فلأن الله غفور عفى عنكم، لاحظ هنا النقطة، ولأنه حليم لم يستعجل العقوبة،
لاحظ. فالحلم شو يستبطن؟ يعني العفو المصحوب بالحلم، او قول العفو اللي ينشأ عن الحلم. انت لحلمك عفوت، هذا الشيء يستبطن، يستبطن سخط، يعني يستبطن سخط، ان الاخر ساخط وحلمه هو الذي دعاه الى ان يعفو. فالله عفى عنهم لأنه غفور ولأنه لا يريد أن يستعجل العقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الخطاب للذين آمنوا، تنهاهم الآية الكريمة عن أن يقولوا بقول الكفار. لا تقولوا، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا، فلا تقولوا بقولهم. شنو كانوا يقولون الكفار؟ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. الضرب هو شنو الضرب؟ الضرب هو إيقاع جسم على جسم، يعني هذا عملية الضرب كنا نعرفها مو؟ الآن عملية السير بها ضرب لو ما بها ضرب؟ يضرب الإنسان مثل رجله مو في الأرض حتى يمشي. فمن هنا فالضرب في الأرض يعني المسير، يعني شنو؟ يعني السفر. فهذا تعبير عن السفر، ضربوا في الأرض. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، إذا سافروا أو كانوا غزا، يعني غزاة، غزا جمع غازي، والغازي هو الإنسان الذي يعني يغزو ويذهب لمحاربة العدو. شنو قالوا لهم؟ شنو كانوا يقولون؟ كانوا يقولون لو كانوا عندنا، يعني لو كانوا مقيمين عندنا ما مسافرين ولا رايحين للقتال ولا رايحين للغزوة، ها، ما ماتوا وما قتلوا. هذا واضح، إذا هذا قول الكفار فالمقصود به هي عملية تثبيط المسلمين من الجهاد ومن الدفاع عن دينهم وعقيدتهم، تثبيط أنه أنتوا لو ما ترحون ما تنقتلون، أنتوا بعد لا ترحون. وهذا توظيف طبعا لتوظيف المشركين لبعض نتائج أحد لصالحهم، أنه هزيمة فيظلون يذبون يعني بعض الإشكالات، بعض الشبهات على المسلمين. مثلا لو كان النبي ما انهزمتوا، لو كنتوا على الحق ما انهزمتوا، وهي الإشكالات يجيب عليها القرآن أنه القضية غير مرتبطة بالحق والباطل مو؟ اتطرقنا إلى بعضها. الآن واحدة من هاي الشبهات هاي أنه أنتوا لو يعني ذولا إخوانهم، المقصود بالإخوان شنو؟ الإخوان إما أخوة نسب، يعني قصدي ينتمون إلى نفس القوم، من نفس القبيلة، من نفس القوم، إخوانهم، أو ربما حتى أخوة منهج، يعني ذول الكافرين يتحدثون عن المنافقين. إذا قلنا هالشكل يعني كانوا منافقين مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ التعبير، كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، قالوا لإخوانهم يعني مو خاطبوا إخوانهم، يعني قالوا بشأن إخوانهم، قالوا لأجل إخوانهم، وإلا هم إخوانهم وين؟ قتلوا وماتوا مو صح؟
يتحدثون عن اخوانهم اللي انقتلوا وماتوا، فهو مو قالوا لهم يعني مو خاطبوهم، وانما تحدثوا لاجلهم من اجلهم وتحدثوا بشانهم. الذين كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا. اذا نقول اخوه منهج، يعني الحديث عن بعض الكافرين او بعض المنافقين اللي هي حقيقتهم الكفر، هم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى في معركة أحد. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الآن القرآن هيك يقول أنتم إذا قلتوا مثل قول، يعني إذا حكيتوا مثل حكيهم، هم ايش راح يصير؟ راح يحققون هدفهم، راح يرتاحون مو؟ لكن إذا لم تصغوا إليهم ولم تسمعوا إليهم ايش راح يصير؟ راح يصير حسرة في قلوبهم. فأنتم لا تصغوا لهم، لا تقولوا بقولهم، لكي تبقى هاي القضية روحتكم للجهاد ودفاعا عن الإسلام أحسن، حتى تبقى مواقفكم حسرة في قلوبهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذا أيضا جواب، الله يحيي ويميت، هذا أيضا جواب أنه إذن السفر أن يكون الإنسان مسافرا أو غازيا لا يقدم ولا يؤخر في أجله في وقت موته. الله يحيي ويميت وفق أجل محدد، وفق أجل محتوم، وإذا جاء هذا الأجل المحتوم لا تقديم ولا تأخير، والله بما تعملون بصير. وهذا طبعا بترغيب وأيضا بترهيب، بما أن الله سبحانه وتعالى بصير وعليم بما نعمل، فلا بد وأن يكون عملنا وفق ما يريد. وبنفس الوقت بما أنه يعني بصير وعليم بما يفعل الناس، فهو سوف يجازي كل واحد على ما يعمل. فتهديد وترهيب للمنافقين، للكافرين، لغير الملتزمين، وبنفس الوقت هو ترغيب للالتزام والطاعة. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، الآن متتم بعد ما مكتوب شنو، أيضا في سبيل الله. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أيضا في سبيل الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. إذن لا ينظر للموضوع من زوايا دينية، وهي بالحقيقة مشكلتنا. مشكلتنا عموما ننظر، نقيم الأمور ونقيم المواقف ضمن معايير دنيوية، وهذا هاي مشكلة. يعني كل إنسان متدين يتجاوز المعايير الدنيوية، يعني يخلي على رأس المعايير يخلي المعيار الأخروي. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني سواء أنت المؤمن إذا قتلت في سبيل الله هو خير لك من الدنيا وما فيها، الآخر كذلك يجمعون، أنت قتلت والآخر يجمع، نفس الكلام، مضمون واحد. لمغفرة من الله ورحمة. الفرق بين المغفرة والعفو، العفو احنا قلنا عنه مو العفو، يعني هو المحو، يعني عفى عنه يعني محى العقوبة. بينما المغفرة هي الستر،
ستر العقوبة. فالله سبحانه وتعالى حينما يعفو، يعني حينما يرفع العقوبة، حينما يمحو العقوبة، بعد شو صير العقوبة؟ صير مستورة، ما تبين، ما تنشاف، خلاص انتهت. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. صار عندنا كم جواب؟ الجواب الأولاني أنه الإماتة والإحياء بيد الله، وبالنتيجة ما تقدم ولا تأخر، سفركم تروح غازي ما تروح غازي، ما تقدم ولا تأخر، هاي واحدة. الشيء الثاني، خلنا نقول ما يخالف، خلنا نقول راح هذا الإنسان وقتل في سبيل الله، الخروج وعدم الخروج للقتال مو هو اللي يحدد القتل، مو هو اللي يحدد الإماتة، الإحياء والإماتة بيد الله مرتبطة بأجل. النقطة الثانية ما يخالف، فليكن، راح وانقتل، ليش هو منه أحسن؟ أكو أحسن من أن يقتل في سبيل الله؟ الآن النقطة الثالثة، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الآن النقطة الثالثة لا تنسوها، الآن أي إنسان، الآن هذا عام بعد، أي إنسان يموت سواء كان من المؤمنين أو من غير المؤمنين، وسواء يعني كان مجاهدا في سبيل الله وقتل في ساحات المعارك أو لا، بالنتيجة يحشر لو ما يحشر، بالنتيجة إذن كذلك سوف يوفى ما عمل. هذا أيضا جواب ثالث، جواب ثالث، القضية بكل الحالات هو سواء راح لو ما راح، انقتل لو ما انقتل، بكل الحالات بالنتيجة راح يموت، وحينما يموت سوف يحشر، وحينما يحشر إلى الله سبحانه وتعالى فيجازي كل واحد بما عمل. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآن عندنا فظ، عندنا غليظ القلب. الفظ هو الإنسان الخشن الجافي، عبرون يقولون سيء الخلق، بينما غليظ القلب يعني قاسي القلب. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا هل أن الرسول كان يشاورهم قبل نزول الآية لو لا؟ نعم كان يشاورهم، هذا دليل، هذا دليل. إذن هاي الصفات اللي مذكورة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، هذه بالحقيقة هي إقرار لسيرته صلى الله عليه وآله وسلم مع المسلمين، إقرار لسيرته، إمضاء لسيرته الشريفة. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. حينما يتوكل على الله شو يصير؟ يحبه الله، يحبه الله، يحبه الله. وإذا أحبه الله نصره، كان وليا له. فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أسلم له كل الكون، الكون كل الكون، والذي يخالف التكوين مصيره الهلاك، لكن هذا الربط نحن نفهمه.